يعتذر جهاز مدينة 15 مايو عن التأخير في الانتهاء من أعمال استبدال ورفع كفاءة خطوط السحب برافع المشروع الأمريكي التي تم تنفيذها من أكثر من 40 عاما، نظرا لوجود عوائق بالعمل ترتب عليه تأخير ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع بمدينة 15 مايو وحلوان، وذلك نظرا للتحديات الكبيرة التي واجهت فرق العمل وعلى رأسها حالة الخط المتهالكة. إلا أن جهاز مدينة 15 مايو وقيادته أصروا على التحدي وعدم التخلي عن واجبهم مهما حدث من نقد وعوائق، وبالفعل تكاتفت فرق العمل دون راحة على مدار 48 ساعة لينتهي الآن من العمل ويتم تركيب عناصر خدمة تليق بالمواطن المصري وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. خالص الاعتذار عن التأخير من السيد المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، وأيضا خالص الشكر لجميع العاملين بالمشروع والإخوة الزملاء بشركة مياه القاهرة الكبرى برئاسة المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس الإدارة على الدعم المتواصل حتى انتهاء التنفيذ.